عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في برنامجنا مدرسة على الهواء. النهاردة إن شاء الله هنكمل بقية الليسونز بتاعة الجيومتري. احنا أول ليسون كان بيتكلم على relations between angles، النهاردة هنبدأ ناخد تاني جزء في منهج الجيومتري عندي بيتكلم على ليسون اسمه الكونجرنس. الكونجرنس أنت مش أول ما تتعرض ليه، أنت تعرضت ليه من أول سكند برايمري لغاية فورث برايمري، كل سنة كنت بتاخد عنده جزئية صغيرة. عندي كلمة كونجرنس، لما أجي أتكلم عندي على كلمة كونجرنس، لو أنا قلت لك عندي شايف الورقتين دولت التو بيبرز دولت ار كونجرنت، يعني ايه كونجرنت؟ هما الاثنين تيبيكال زي بعضيهم بالظبط، لو انا حطيتهم هما الاثنين فوق بعضيهم هيبقوا بالظبط قد بقى ايه، قد بعضيهم عندي. طيب قبل ما نخش عندي في الكونجرنت بنتكلم على شويه حاجات معينه في الاول. تفتكر امتى تو لاين سيجمنت يكونوا عندي كونجرنت؟ لو انا كرسم لك لاين سيجمنت اي بي مثلا ورسم لك لاين سيجمنت واي، امتى اقدر عندي اقول ان التو لاين سيجمنتس دولت ار كونجرنت؟ تعال نرسمهم كده ونشوف مع بعضينا. لو انا جيت رسمت لك عندك line segment AB و line segment XY، ال two line segment دولت هيكونوا congruent لو عندي if they have the same length. بمعنى لو انا قلت لك ان ده 5 سنتيمتر، دي برضو لازم تكون equal قد ايه؟ 5 سنتيمتر. يبقى اول جزئيه في الكونجرنس عندي ال two line segments. ال two line segment امتى بيكونوا congruent؟ if they are equal in لينس. يبقى AB هتكون congruent ال XY لو كانوا هما الاثنين have the same A length، لو دي 5 دي 5، لو دي 3 ودي هتبقى equal كام؟ 3. طب دي بنقولها ازاي؟ لو انا لقيت عندي ان ال AB equal ال XY equal قد ايه؟ 5 سنتيمتر. لو ده متوفر عندي يبقى هنا therefore ان line segment AB ايه علاقتها بال line segment XY؟ هتبقى congruent ليها. تاني على كونجرنت بنعملها ازاي؟ زي الايكوال بس بنزود عليها شرطه. يبقى لو الاي بي ايكوال اكس واي هيبقى ايكوال كام؟ 5 سنتيمتر. يبقى therefore the line segment AB congruent to the line segment XY. علامه الكونجرنت بتبقى تلات شروط فوق بعضيهم، ولما باجي اعمل كونجرنت لازم أن احط علامه مين؟ اللاين سيجمنت من فوق. لكن في اللينس اللي هو بكام سنتي ما بنحطش اللاين سيجمنت، لكن في الكونجرنت بنحط علامه اللاين ايه؟ سيجمنت. لان جه مره في امتحان كان سؤال تشوز عندك وكان طالب الكونجرنت، في ناس اختارت الاي بي والاكس واي من غير لاين سيجمنت فاعتبرناها غلط. فلو باجي اتكلم على الكونجرنت لازم اكون حاطه علامه اللاين ايه؟ سيجمنت. يبقى تعالى كده نبدا نشوفها عشان ده اول سؤال عندك ممكن يجي لك في الامتحان في اسئله الكومبليت اللي تخص درس الكونجرنت. بيقول لك ايه عندك الكويستشن؟ بيقول لك تو لاين سيجمنتس ار كونجرنت اف، ويسكت كومبليت تو لاين سيجمنتس ار كونجرنت اف عندي اف ذي ار ايكوال ان لينس، لو هم عندهم the same length. يبقى لو عندي AB equal CD يبقى therefore the line segment AB congruent to the line segment CD. ما ننساش نعمل اللاين اللي فوق عندي. اوكي okay؟ يبقى اول جزئيه اتكلمنا عليها امتى تو لاين سيجمنتس يكونوا congruent. طب دلوقتي هنتكلم على الانجلز. تفتكر امتى تو انجلز يكونوا congruent عندي؟ يعني امتى يكون لو انا مديلك انجل A او انجل X، امتى يكون انجل X congruent الانجل A Y؟ طب لو انا قلت لك ان ميجر انجل اكس ايكوال 30 ديجري، يبقى لو واي كونجرنت ليه يبقى الواي لازم تطلع لي كام؟ طبعا هتبقى كام؟ 30 ديجري. لو قلت لك الاكس 100 ديجري يبقى الواي بتاعتها هتبقى ايكوال قد ايه؟ برضو 100 ديجري. يبقى امتى تو انجلز عندي يكونوا كونجرنت؟ لو كانوا they are equal in measure، عندهم they have the same measure. تعال نرسمها ونشوف. لو انا عملت لك رسمت لك انجل اكس لك انجل تانية انجل واي، امتى اقول عليهم ان هما كونجرنت؟ لو ميجر انجل اكس ايكوال تو ميجر انجل واي، يبقى ايه اللي هستنتجه منه عندي؟ ان انجل اكس ايه علاقتها بانجل واي؟ هيبقوا هما الاثنين ايه؟ كونجرنت. يبقى انجل اكس كونجرنت تو انجل واي، امتى ده هيحصل؟ لو ميجر انجل اكس ايكوال ميجر انجل واي. يعني لو مديلك ان دي 70 ديجري، دي برضو لازم تطلع لي ايكوال كام؟ 70 ديجري. طيب يبقى نرجع تاني ونشوف سؤال الكومبليت بتاعي هيجي لك ايه. هيجي لك واحده في الامتحان يا اما لاين سيجمنتس يا اما عندي الانجلز. الكويستشن بيقول لك ايه؟ تو انجلز ار كونجرنت اف، انت هتكمل بقيه الكلام، اف ذي ار ايكوال ان ميجر، لو كان عندهم ذا سيم ميجر. يبقى تاني لو لاين سيجمنت يبقى اف ذي ار ايكوال ان لينث، لو كان عندي بالانجلز يبقى اف ذي ار ايكوال ان ميجر. لو انت اتلخبطت ما بين اللينث والميجر اكتب اف ذي ار ايكوال او اف ذي ار ايه ايكوال. يبقى تو لاين سيجمنت كونجرنت لو ذي هاف ذا سيم لينث، التو انجلز هيكونوا كونجرنت اف ذي هاف ذا سيم ايه ميجرز. طب تعالى نبدا نتكلم بقى على تو بوليجونز.
تعال نرسم كده تو بوليجونز وتحاول تستنتج معايا ايه الكونديشنز المهمه عندي اللي لازم تبقى موجوده عشان التو بوليجونز عندي يكونوا كونجرنت. الاول انت فاكر يعني ايه كلمه بوليجون؟ تعال نرسم كده بوليجون ونفتكر مع بعضينا شكله عامل ازاي وايه هو البوليجون. طيب هرسم لك بوليجون هنا بيكون من فور سايدز، هسميه سي مثلا A B C D، وهرسم لك تاني كونجرن تاني بوليجون تاني هسميه X Y Z L. امتى عندي تو بوليجونز دلوقتي يكونوا كونجرن؟ اول حاجه ان انا الاقي ان الكروسبوندنج انجل يكون ايكوال. ايه كورسبوندنج انجل؟ يعني انجل ايه مين اللي زيها الناحيه الثانيه؟ الاكس. انجل بي مين اللي زيها الناحيه الثانيه؟ الواي. السي زيها الزد. الدي ايكوال ايه؟ ال. فاول كونديشن عندي ان الكورسبوندنج انجلز هيكونوا ايكوال ان ميجر، بمعنى ان ميجر انجل ايه هتكون ايكوال لميجر انجل اكس، ده عليها نفس العلامه. ميجر انجل بي هتكون ايكوال لميجر انجل واي، تمام. ميجر انجل سي هتكون ايكوال لميجر انجل زد، وميجر انجل دي هتكون ايكوال لميجر انجل ايه؟ ال. طب يبقى ده كده اول كونديشن ان الكروسبوندنج انجلز هيكونوا ايكوال ان ايه؟ ان ميجر. طب ايه السكند كونديشن عندي؟ ان الكروسبوندنج سايدز هيكونوا ايكوال ان لينث او كونجرنت. مين الكروسبوندنج سايدز؟ لو انا جيت قلت لك السايد اي بي مين الكروسبوندنج الناحيه الثانيه عندي؟ الاكس اي واي، ما تقوليش اكس واي، اكس واي ده كده كلام ثاني خالص، ده جاتو انجلز، لكن انا بقول السايد تو ليترز ورا بعضيهم اكس واي. يبقى انا عندي الاي بي هلاقيها ايكوال لمين؟ للاكس اي واي. وهلاقي عندي ان البي سي هتكون ايكوال لمين؟ للواي زد. هلاقي عندي ان ال زد ايكوال لمين؟ للبي سي. وان عندي ان الاي دي هتكون ايكوال لمين؟ اكس ال. لو توفر عندي التو كونديشنز دولت يبقى التو بوليجونز عندي ار ايه؟ كونجرنت. يبقى امتى تو بوليجونز ار كونجرنت؟ اف ذير كروسبوندنج انجلز ار ايكوال ان ميجر اند ذير كروسبوندنج سايدز ار ان لينث. يبقى انا هنا عندي حاجتين بالنسبه للبوليجونز، يبقى تو بوليجونز ار كونجرنت اف اول كونديشن عندي ذير كروسبوندنج سايدز ار ايكوال ان لينث، تاني حاجه ذير كروسبوندنج انجلز ار ايكوال ان ميجر، يبقى لازم الاثنين مع بعضيهم السايدز ومين والانجلز. طب تعالى بقى نستنتج مهم قوي تهمني قوي في ترتيب الكتاب بتاعي. نرجع للبوليجونز بتاعتي دي، احنا استنتجنا خلاص ان الكروسبوندنج انجلز ايكوال وان الكروسبوندنج سايدز ايكوال. اهم حاجه ترتيب الليترز بتاعت البوليجونز عندي، انا هثبت واحد واستنتج الثاني عندي. لو انا كتبت هنا البوليجون الاولاني A B C D هو كونجرنت، علامه الكونجرنت هما ايه؟ 3 داشز ان اهوت كونجرنت للبوليجون الثاني. طيب الاي مين الكروسبوندنج ليها؟ اكس، لازم يكبوا بالترتيب. البي مين الكروسبوندنج ليها؟ الواي. السي انا كاتب ال A B بعد كده السي، السي مين كروسبوندنج ليها؟ زد. اخر حاجه يبقى عندي ايه؟ ال L. هنا ال A B C D كونجرنت تو اكس واي زد A L، ومنها هنستنتج الحاجات اللي احنا قايلينها. اول حاجه ان عندي ميجر انجل A ايكوال تو ميجر انجل اكس، تمام، وميجر انجل B ايكوال تو ميجر انجل واي، وعندي ميجر انجل مين؟ السي هتكون ايكوال لمين؟ ميجر انجل زد، وعندي ميجر انجل دي هتكون ايكوال لميجر انجل مين؟ ال. طيب تعال نشوف عندي بالنسبه للسايدز. هلاقي سايد اي بي هيكون ايكوال للسايد اكس واي، السايد بي سي هيكون ايكوال لمين؟ للواي زد. السايد عندي السي دي ناخدها بالترتيب، ادي ممكن اجيبها من الليترز ممكن من غير الشكل، يعني اخدت الاي بعد كده اخدت البي سي بعد كده ناخد مين؟ السي دي هتكون ايكوال مين الناحيه الثانيه؟ الزد ال، عشان في الكومبليت عندي في الامتحان اخر تو ليترز الاي مع الدي هتكون ايكوال لمين؟ للاكس ال. اوكي كده. طيب تعالى بقى نشوف اسئله معايا شكلها عامل ازاي على الجزئيه دي. جايب لي عندي فيه رسمه معايا قايل لك ان ذا اوبوزيت فيجر رسم لك تو بوليجونز عندي، التو بوليجونز دولت مدي لك عندك ليهم لينس معين وطالب منك شويه اسئله. طيب انا رسمه لك الرسمه ثانيه عندي في ورقه ونبدا نشوف عندي، لان الجيومتري لازم اشخبط، لو ما شخبطتش في الجيومتري ما اقدرش اشتغل فيها. ادي التو بوليجونز عندي هو رسمهم. طالب اول حاجه اول بوليجون عندي اهو A L B K C والثاني عندك S R O H E.
مديني عندي ان الاس ار 4 سنتي والاي اتش 5 والاتش او 4.5. نبدا نشوف الاسئله اللي هو طالبها مني. اول حاجه بيقول لك البي كروسبوندز تو، البي كروسبوندز تو مين زي البي في السايد الثاني عندي في البوليجون الثاني الناحيه الثانيه؟ مين اللي زي البي؟ ادي البي هنا عندي، مين اللي زيها الناحيه الثانيه؟ يا ترى الاي الاس الار او اور اتش؟ طبعا هلاقي مين الكروسبوندنج ليها زي الناحيه الثانيه؟ الار. طب انا عرفتها منين؟ ازاي؟ لو انا حطيت كده القلم بتاعي هنا اهو وعملت فولدنج ليهم، طبقت التو بوليجونز على بعضيهم، هتلاقي ان الار جت بالظبط فوق البي، هلاقي ان الاي جت على السي والاس جت على الكي والار جت على البي والاو جت على مين؟ على ال. يبقى اول سؤال عندي البي كروس بوندز تو، يبقى البي مين زيها الناحيه الثانيه؟ الار. ونعمل الليترز كابيتال. اوكي طب بعد كده بيقول لك البوليجون هنا مش بلاك، هو اسمه بي ال اي سي كي اس كونج. هنا عايز اشوف المركز في الجزئيه اللي احنا لسه قايلينها ولا لا. طب انا همشي بالترتيب، هو قال لي بي ال اي سي، انا همشي بالترتيب. اول حاجه البي مين الكورسبوندنج ليها؟ الار. ال مين الكورسبوندنج ليها عندي؟ الاو. الاي مين الكورسبوندنج ليها؟ الاتش. السي مين الكورسبوندنج ليها عندي؟ الاي. هتلاقي نفسك بتكملها عادي، لان خد بالك هم بيجروا ورا بعضيهم زي ما اتفقنا، ار او اتش اي اس. يبقى اهم حاجه الترتيب عندي بالكروسبوندنج ليها. اوكي طيب تعال نشوف حاجه كمان، طالب منك الكي بي، عايز يعرف الكي بي ايكوال قد ايه. طب انا قبل ما اعرف هو ايكوال قد ايه لازم اشوف مين الكروسبوندنج ليها. انا عايز الكي بي، فين الكي بي اهو؟ طيب الكي بي مين الكروسبوندنج ليها؟ الكي الكروسبوندنج ليها الاس، والبي الكروسبوندنج ليها مين؟ الار. يبقى الاول حاجه هكتبها بنفس الترتيبه، ما تقوليش اس، خليها تخليك دايما كده وقت ايه منظم. هو قال لك كي بي يبقى اس ار، يبقى ايكوال اس ار. طب ايكوال عندي هاو ميني؟ الاس ار 4 سنتيمتر، يبقى الكي بي برضو ايكوال قد ايه؟ 4 سنتيمتر. اوكي طب بعد كده طالب منك عندك ميجر انجل اي، طب فين ميجر انجل اي اهي؟ طب ميجر انجل اي اعرف هي مين الكروسبوندنج ليها؟ الاي في الفيرست بوليجون، مين الكروسبوندنج ليه؟ السي. يبقى ميجر انجل اي ايكوالز تو ميجر انجل سي. تمام مركز معايا عشان نشوف الريكورد اللي بعدها. طالب منك السي اي، فين السي اي عندي؟ السي اي اهو. ادي السي اي مين الكروسبوندنج ليها؟ ما تستعجلش انا همسك لتر لتر، همسك اول حاجه وقال لي السي بعد كده ايه. السي مين الكروسبوندنج ليها عندي؟ الاي. طيب بعد كده الاي مين الكروسبوندنج ليها؟ الاتش. يبقى انا وصلت ان السي اي الكروسبوندنج ليها مين؟ الاي اتش. طب الاي اتش مديولي قد ايه؟ 5 سنتيمتر، يبقى ده برضو ايكوال قد ايه؟ 5 سنتيمتر. اوكي طيب بعد كده طالب منك عندك ميجر انجل ايه، عايز احسب ميجر انجل ايه. طب انا هشوفها هي ايكوال لمين؟ ميجر انجل ايه مين الكروسبوندنج ليها؟ انجل اتش. يبقى هنا ميجر انجل ايه هتكون ايكوال لميجر انجل اتش. وكده انا خلصت الايه الاكزامبل بتاعي عندي. يبقى ده كده اول اكزامبل بيتكلم على كونجرنس، ويشوف عندك انت قادر تلقط بعينك مين الكروسبوندنج فيرتيسيز مع بعضيها ولا ده. تعال نشوف اكزامبل تاني هنستنتج فيه حاجه جديده تختلف عن اللي قبليه. بيقول لك ايه الاكزامبل اللي بعد عندك؟ رسم لك عندك رسمه بيقول لك عندك ان ذا اوبوزيت فيجر، وبيقول لك كومبليت. رسم لك رسمه كده جميله وعايزك تعمل ليها كومبليت عندي. طب انا همشي بنفس النظام بالظبط، انا هبدا اطلع انا هنا التو بوليجونز المره دي هو ضاممهم على بعض، لازقهم في بعضيهم عادي جدا، انا هبدا استنتجهم معايا. اول حاجه عايز السي اتش، ادي السي اتش عندي، عايز اشوف هي ايكوال لمين. طيب لو انا مسكت هنا السي، هو الحمد لله عامل لك اللاين، لو عملت فولدنج طبقتهم هيجوا على بعضيه. اللاين ده هنا مسمينا اكسس اوف سيمتري، احنا كده كده هنتعرض لها تاني بالتفصيل. يبقى ده الاكسس اوف سيمتري بتاعي اللي هو لو عملت له فولدنج هيجوا على بعضيهم هم التو ايه التو بوليجونز عندي. فالسي مين الكروس بوندنج ليها؟ السايد التاني. مين اللي زيها الناحيه التانيه؟ هلاقيها مين؟ البي. يبقى اول كان السي اتش، يبقى اول حاجه السي اللي زيها البي. نيجي بعد كده الاتش، لو عملت فولدنج مين اللي زيها بالظبط الناحيه التانيه؟ الار. يبقى هنا السي اتش الكروسبوندنج مين؟ البي اي ار. طيب بعد كده طالب منك الاي كي، طب انا مخبيها خالص، ادي الاي كي. هنا الاي كي هنا اهوت ايكوال لمين؟ هتقول لي ده ايكوال لمين ازاي ده؟ طبعا ده سؤال هنا تكايا انا كاتبه لك، قصدي ان انا اكتبه لك. ايه الاي كي ده؟ امال الاي كي ده هو مش موجود في الفيرست بوليجون؟
الرايت وموجود في السكند بوليجون. طب ما هو هتقولي الاي كي هو الاي كي، لا هقول لك الاي كي ده هنا ده سايد. لو انا عملت لك كده هايدنج، اجيب لك كده ورقه عشان ايه تبدا تشوف بيها، هطبق كده ورقه واعمل لك هايدنج بيه عشان تشوف. طيب تعال نرجع للمساله بتاعتي اهي، ده كده الاي كي موجود في الفيرست بوليجون عندي ولا لا؟ يبقى ده جزء منه، يعني البوليجون الاولاني اسمه عندي ايه؟ اي سي اتش او كي. يبقى الاي كي ده بيلونج موجود للفيرست ايه بوليجون. طب تعالى اخبي لك البوليجون الثاني كده اهو، ها موجود ولا مش موجود عندي؟ هيبقى هنا البوليجون الثاني اسمه ايه؟ اي كي، اي كي اي ار بي، اي كي اي ار اي بي. يبقى هنا الاي كي ما دام موجود هنا وما دام موجود هنا، يبقى الاي كي هنا عندي بنسميه از ا كومن سايد، هو سايد مشترك موجود هنا ومشترك موجود ايه هنا. وانت مش شايفها هرسمها لك بشكل، ادي عندك التو بوليجونز اهم، ادي البوليجون اهو الاي كي سي اتش او. انا هفصلهم كده عن بعض، البوليجون الثاني عندي ادي هنا برضو الاي وهنا الكي وهنا الاي وهنا الار وهنا ايه الاي. بيتهيألي كده وضحت، ادي الاي كي هتلاقيه موجود هنا موجود في البوليجون ده والبوليجون ده، يبقى انا كده فصلتهم عن بعضهم لان اصل الرسمه بتاعتي هما الاثنين مدموجين مع بعضهم. فهنا السايد اللي في النص ده اللي هو مشترك في الاثنين بنسميه عندي از ا كومن ايه سايد. يبقى لو جالك في الامتحان الاي كي دوت ايه بيميزه عندي؟ الاي كي عندي از ا كومن سايد. اوكي تعال نشوف حاجه كمان، طالب منك هنا عندك الاتش او، فين الاتش او؟ ادي الاتش او عندي اهو، الاتش او بالترتيب الاتش مين الكروسبوندنج ليها؟ هلاقيها الار. بعد كده الاو مين الكروسبوندنج ليها عندي؟ هلاقيها الاي. طيب تعال نكمل الاي سي، اه دي ممكن الناس تتلخبط بالترتيب، عايز الاي سي. الاي في البوليجون اللي على الرايت مين زيها في البوليجون اللي على الليفت؟ اه مش احنا لسه قايلين كومن سايد؟ الرسمه عندي اهي الاي في الايه في اللي هو معمول بالاسود، مين اللي زيه في الاحمر؟ هلاقيها برضو هي مين؟ الاي. يبقى الاي هتفضل ثابته معايا زي ما هي مين؟ الاي. طب تعالى بقى السي، السي مين اللي زيه في السايد الناحيه الثانيه؟ البي. يبقى هنا الاي سي ايكوال ليها مين؟ الاي بي. طيب تعالى نشوف بعد كده عايز يحسب الكي او، ادي الكي او. طيب انت بقى هتقول الكي في البوليجون اللي على الرايت مين اللي زيها في البوليجون على الليفت؟ اه هي هي هتبقى عندي مين؟ الكي. تعال نرجع للرسمه بتاعتي تاني، ادي الكي في الليفت هي هي الكي فين؟ في الرايت. يبقى هنا الكي او يبقى تفضل زي ما هي الكي لانها كومن. طب الاو الكورسبوندنج ليها عندي الاي، يبقى الكي او ايكوال مين؟ للكي. طب نبدا نشوف بقى شويه انجلز طالبها مني. طيب اول انجل عايزك ميجر انجل سي، انجل سي الانجل اللي هنا عندي عايز انجل سي، ميجر انجل سي مين الكورسبوندنج ليها؟ البي. يبقى ميجر انجل سي ايكوال تو ميجر انجل بي. اوكي طيب بعد كده عايز منك ميجر انجل او كي اي، انا هحددها بعد كده نشوف شكلها لتر لتر. هو قايل لك او كي اي، انا همشي اهو او كي اي، لو جيومتري ما شبطتش ما تبقاش جيومتري، ادي او كي اي. عايز انجل هنا اهو، طب انا هجيبها ازاي؟ انا هكتب له بالراحه الليترز بتاعتها بالظبط، ادي ميجر انجل هكتب له هنا ميجر انجل. الاو او هو بدأ لي بالاو، الاو مين الكروسبوندنج ليها؟ الاي. بعد كده الكي احنا متفقين ان الكي كومن يبقى زي ما هي. بعد كده هنا عندي مين؟ الاي، الاي برضو كومن في الرايت وكومن فين؟ في الليفت. يبقى هلاقي ان الانجل او كي اي اللي زيها كومن ليها هتبقى عندي مين؟ الاي كي اي. اوكي لو مش باينه هنا اوريها لك هنا، ادي الاو كي زيها الناحيه الثانيه هتبقى مين؟ الاي كي اي. اوكي طيب تعال نشوف السؤال اللي بعديه، عايز ميجر انجل اتش، ادي ميجر انجل اتش، الاتش سهله واضحه مين اللي زي الاتش عندي؟ السايد الثاني الاي الار. يبقى ما تكتبليش ار كده غلط، اسمها ميجر انجل ار،
ما دام طالب منك ميجر انجل يبقى ميجر انجل، لو كان قال لك الفيرتكس اتش يبقى الفيرتكس مين ار، يبقى لو ليترز ليترز، لو انجلز انجلز. طيب بعد كده طالب منك عندك ايه؟ ميجر انجل كي اي سي، كي اي سي تعال نحددها، عايز كي اي سي، عايز الانجل اللي هنا دي الكي اي سي، فكر بقى فيها كده وقول لي ممكن تبقى ايكوال قد ايه. طيب انا اول حاجه هكتب مين ميجر انجل، ادي الكي في الرايت هي هي الكي في الليفت، الاي في الرايت هي هي مين اللي في الليفت، نيجي للسي مين اللي في السي في الرايت، مين اللي زيها في الليفت عندي اللي هي مين البي، يبقى ميجر انجل كي اي سي ايكوال ميجر انجل كي اي بي. سؤال بقى هنا، هو تفتكر بقى ده ايكوال قد ايه؟ تفتكر التو انجلز دوت ايكوال قد ايه؟ ايتش انجل فيهم قد ايه؟ مش انت عندك البي اي سي دي ستريت انجل كلها ب 180 وهي معموله ديفايدد انتو تو ايكوال ايه؟ بارتس، فلاقي ان الانجل اللي هنا دي 90 ديجري وهنا 90 ايه؟ ديجري. اوكي؟ مش دي كلها ستريت انجل؟ اهي ستريت انجل، احنا قايلين ستريت انجل supplementary يعني equal 180، يبقى هنا عندي 90 degree وهنا برضه عندي 90 ايه degree. طب انا عرفت منين؟ مش هما التو بوليجونز ار congruent؟ لما هما congruent معناها ان الانجلز بتوعهم equal، يعني انجل اي equal لانجل اي بي، وهما الاثنين supplementary، هما الاثنين ب 180، يبقى each one 180 divided by 2 يبقى each one equal قد ايه؟ 90. ودي من المميزات اللي بتميز الكونجرنس، ان الكورسبوندنج انجلز بيكونوا ايه؟ equal. طيب تعال نشوف الجزئيه فيها، بيقول لك عندك ميجر انجل او، دي سهله قوي، الاو مين الكورسبوندنج ليه على طول؟ الاو زيها مين الاي. اوكي كده، يبقى دي كده ايه اكزامبل تاني عندي على الكونجرنس بتاع البوليجونز. يبقى احنا اتفقنا النهارده قلنا كام معلومه، عشان عندي كذا معلومه احنا قلناها وهنبدا نستنتجها مع بعضنا عشان تيجي اسئله الامتحان. اول حاجه امتى تو لاين سيجمنت يكونوا كونجرنت؟ تو لاين سيجمنت ار كونجرنت اف ذي ار ايكوال ان لينث. طب تاني حاجه تو انجلز امتى تو انجلز بيكونوا كونجرنت؟ تو انجلز ار كونجرنت اف ذي ار ايكوال ان ميجر. بعد كده البوليجونز بنجمع الاثنين مع بعضيهم، تو بوليجونز ار كونجرنت اف ذير كورسبوندنج، لازم كلمه كورسبوندنج تكتبها، اف ذير كورسبوندنج انجلز ار ايكوال ان ميجر، ذير كورسبوندنج سايدز ار ايكوال ان لينث. يبقى انا محتاجه السايدز ومحتاجه مين؟ الايه؟ الانجلز. طيب احنا كده اتكلمنا على مين؟ على البوليجونز، حلو قوي الكلام، لكن اللي يهمني اكتر من البوليجونز الحاجه اللي هنستنتجها منها. ايه بقى الحاجه الرئيسيه اللي هنشتغل فيها اللي هتلاقي معظم الامتحانات موجوده فيها؟ هنتكلم المره دي على الكونجرنت تراينجلز، هنتكلم على سبيشال كيس شويه من الايه؟ البوليجونز. التراينجل عندي هو عباره عن بوليجون بيتكون من ايه؟ 3 سايدز. طيب بما ان هو بوليجون يبقى اللي هيمشي على البوليجون هيمشي على مين؟ على التراينجلز. ان الكورسبوندنج سايدز هيكونوا ايكوال وان الكورسبوندنج انجلز هيكونوا ايه؟ ايكوال. قال لك بقى الترينجلز سبيشال شويه، انا مش محتاجه اثبت التو كونديشنز مع بعضيهم، امال هتعملي ايه؟ تعال نشوف، انا اي ترينجل في الدنيا بيتكون من كام سايد؟ من 3 سايدز، وهاو ماني انجلز؟ 3 انجلز. يبقى اي ترينجل في الدنيا عنده 6 اليمنتس، عنده 3 سايدز وعنده 3 ايه؟ انجلز. طيب تعال نبدا نشوف امتى اقدر اشوف ان تو ترينجلز عندي ار كونجرنت، تعال نرسمها ونشوف. لو انا هنا رسمت لك عندك ادي تراينجل سميته A B C وتراينجل تاني سميته X Y Z، امتى اقدر اقول عندي تو تراينجلز دولت ار كونجرنت؟ قال لك اول حاجه عندي ان انا الاقي عندي سايد يكون ايكوال لسايد، يعني سي مثلا ان سايد عندي اي بي ايكوال للسايد اكس واي، يبقى اول حاجه الاقي ان انا عندي ايه؟ سايد. حاجه الاقي سايد كمان زياده، لو انا لقيت ان سايد اي سي ايكوال للسايد اكس زد، يبقى انا لقيت عندي ايه؟ سايد. اوكي؟ طيب يبقى انا هنا لقيت عندي تو سايد ايكوال. طيب احنا قلنا التراينجل عنده 6 اليمنتس، انا محتاجه اثبت، هل محتاجه اثبت ان ال 6 اليمنتس اللي هنا هنا؟ لا، انا محتاجه بس اثبت 3 بس. يبقى انا لقيت سايد وسايد. تاني حاجه بيقول لك ايه؟ ان انا الاقي انجل في الفيرست تراينجل ايكوال انجل في السكند تراينجل. طب انا هجيبها اهي اي
انجل لا، قال لك الانجل دي اسمها انكلودد انجل. انكلودد انجل يعني ايه؟ يعني موجوده بين التو سايدز. يعني لو انا عندي ادي الاي وادي الاي سي، مين الانجل ما بينهم؟ انجل ايه؟ يبقى انجل ايه دي اسمها انكلودد انجل. طب تعالى الناحيه الثانيه، ادي السايد اكس واي وادي السايد اكس زد، مين الانكلودد انجل؟ الانجل ما بينهم هي مين؟ انجل اي اكس. يبقى انا هلاقي تو سايدز وعندي انكلودد انجل، الفيرست ليتر منها ايه؟ ايه. يبقى انا لو لقيت عندي، انا مش محتاجه اثبت ال 3 انجلز ايكوال 3 انجلز وال 3 سايدز ايكوال 3 سايدز، انما محتاجه اثبت ايه؟ اثبت حاجه الثلاثه دول، اثبت الثلاثه دول على بعضيهم اللي هي ايه؟ ان انا الاقي 2 سايدز اند ذير انكلودد انجل، والاقي الانكلود ايه انجل ان ا تراينجل ايكوال تو ذير كورسبوندنج ان ذا اذر. يعني 2 سايدز وانكلود في تراينجل ايكوال الكورسبوندنج ليهم في السكند ايه؟ تراينجل عندي. طب انا هبدا اكتبها هنا ازاي عندي؟ الكونجرام طريقه معينه في الكتابه. اول حاجه بكتب اسامي تراينجلز معايا، ان تراينجل اي بي سي اند تراينجل اكس واي زد. اوكي؟ هنبدا نكتب الكونديشنز بتاعتي. هقول له عندي سينس، اطلع ال 3 اروز بال 3 كونديشن. اول حاجه السايد الاولاني ان الاي بي هتكون ايكوال لمين؟ للاكس واي، ده كده سايد. بعد كده عندي السايد التاني ان الاي سي ايكوال للاكس زد، ده كده سايد تاني. اخر حاجه الانكلود انجل، ان ميجر انجل ايكوال لميجر انجل ايه؟ اكس. دي كده الانكلود ايه؟ انجل. يبقى لو انا لقيت عندي توفر الكونديشن يبقى ذيرفور تراينجل اي بي سي كونجرانت تو تراينجل اكس واي زد. يبقى دي عندي الفيرست كيس في الكونجرانت تراينجل، ان انا لقيت تو سايد included angle. لو لقيتهم عندي متوفرين يبقى therefore ان two triangles are a congruent. طيب انا عندي في دي الفيرست كيس، في كيس ثانيه ان شاء الله هنكملها الحلقه الجايه. كانت معاكم مروه زكريا من قناه مصر التعليميه، مع السلامه.